نوع من الحبوب قمح ومش قمح، له فوائد عديدة ومفيدة. اليوم رح نتعرف أكثر على فوائد وأطباق الحنطة السوداء. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ شكرا الله. شو عنا اليوم شيف؟ اليوم كمان من السوبر فودز اللي هو البكويت، أما الحنطة السوداء. حلو. المشهورة كثير فيها آسيا يعني عم نحكي الصين وأطراف روسيا، هي نوع من القمح بسموه قمح، قمح حنطة سوداء، بس هو منه قمح. مزبوط. بيجي شكله بطارية. إذا بنشوف شكلها مثلثة تتليت، عاملة مثل الهرم. البلوط. إيه مثل البلوط. نوع من بيستعمل بكثير أشياء بالمطابخ الآسيوية. وهلا صار يستعمل بكل العالم لانه اول شيء جلوتين فري، ما بيعمل كثير من عمره مرض اللي عنده مرض السيلياك 100%. الطحين تبعه شكله هيك، هذا طحين غامق شوي اكيد، بس نعمل منه نخلطه مع طحين ابيض كمان، ما بنستعمله هو 100%. اوكي، اذا في حال عندنا حساسيه على الجلوتين بنستعمله لحاله. فهيدا هو البكويت. فوائده مثل العاده عالي بالمينرال معادن. والمعادن هيدي قصة كبيرة، يعني بدها هلا الحلقة كلها نحكي عن فوائد البكويت. وفينا نستعمله كأنه عم نستعمل قمح عادي، بس الفرق طعمته مختلفة. اوكي، هلا اليوم حنعمل سلطة. السلطة حيكون فيها بروكولي اللي هي كمان سوبر فود لأنه كمان عالية بالألياف، مع زيتون وتشايوتي. تشايوتي هي نوع هيدي تشايوتي يعني. اي شو هيدي؟ هيدي نوع، هيدي من عائلة الخيار والكوسة. بس بتيجي من امريكا الجنوبيه. شكلها هيك، بس اذا قصيناها بالنص اكيد منقشر. شكلها من جوا هيك كانه مثل نجاسه او مثل الخيار شكلها. عادي. هلا حنبلش نحضرها. اول شيء حناخذ البروكلي. اوكي، بتتاكل نيه؟ ايه اكيد. اوكي، كانك يعني طعمتها مثل اذا بتقولي مثل مثلا كعب هيدا البروكلي. البروكلي اما الملفوف. اوكي، في هو كذا نوع من الحنطه السوداء. في كذا نوع، اكيد بيختلفوا الالوان من يعني من فاتح لاغمى. بيستعمل كثير مطابخ الفرنسويه حتى هلا مؤخرا هن بلشوا يزرعوها على فكره بفرنسا، هيك قليل هيك جابوه اصلا من برا، اللي هو بالفرنسيه بسموه سارازان. فارين دو سارازان، طحين السارازان بفرنسا، بيجي لونه اسمر. بيستعمل باشياء بالخبز اللي بينعمل للكافيار اللي اسمه بلينيس. المطبخ الروسي بيستعمل منه كثير هذا القمح، والمطبخ الصيني والهندي. على فكره هو بيستعمل بالطب الصيني، بيتناولوه بالطب الصيني لتقويه الجسم والدماغ، لتنشيط الدماغ. لكن بقلبه المعادن تبعه يعني. انا صراحه ما بعرف ليه بآمن كثير بالطب الصيني، بحس انه الطب الصيني مرتكز على الاشياء الطبيعيه. اي ممكن انه هو بنسى انه يعني الحضاره الصينيه كثير قديمه. اكيد حط عم نعمل هون، في عندنا مي عم تغلي، حنحط معها شويه ملح. اوكي، بدنا نسقط البروكلي فيها بس تطرى شوي. واكيد نحن فينا نستعمل عرق البروكلي لانه بيحتوي على الالياف والفيتامينات مثل زهره البروكلي 100%. يعني ما نكبه حرام. لا اكيد، هذا بتقشر بنحط عليه ملح بيتاكل طيب كثير. حناخذ فليفله على اورنج سائله. كيف يعني انه هو قمح؟ انه حنطه اسمه حنطه سوداء. حنطه ما بتعني انه قمح، بس انه بالعربي باللغه العربيه، بس هو ما في ابدا كاربس ابدا. يعني خفيف. بس اكيد عالي بالالياف. طبعا عالي بالالياف وكثير مهم للي عندهم ضغط. ضغط العينين، ضغط الدم، وكثير مهم للناس الكبار بالعمر اللي بيكونوا عرضه للاصابه بضغط الدم وضغط العينين. اوكي، فيري جود.